اهلا وسهلا بكم وكل بالحاضرين ويانا، ونرحب بكم جميعا. بس قبل لا ابدي، تشوفني هسه، انت هسه بهاي اللحظه قاعد تتابعني اونلاين، تشوفني بعدين على اليوتيوب، تشوفني باي مكان، هذا كلام تحذير واولا وتنبيه بنفس الوقت. راح اقول لكم شغله، اللي ما يلتزم بهاي الدوره، اللي ما يلتزم بهاي الدوره من اليوم، اللي ما يحضر المحاضرات اليوم، اخرت الدوره شويه، اخرتها على مود الكل يحضر حتى يسمع هذا الكلام. وسجلت هذا الكلام على مود يسمع الكل من هاي اللحظه، تشوفني هسه، تشوف الفيديو بعدين، هذا كلام موجه لك من هاي اللحظه. اذا ما تدرس، ما تقرا الواجبات، اقسم بالله العظيم لا حد يزعل من عندي، من هاي اللحظه اسمك راح ينزال، ما تقدر تمتحن من امتحانات ولا تقدر تحصل على ملزمه نهائيا. زين، ومن هاي اقول لك اياها، اذا تتابعني وما تقرا مشكول الذمه، والله مشكول الذمه، حرام عليك. هاي الدروس والفيديوهات اذا تشوفها حرام عليك، اذا تريد تاخذ حرام اخذ حرام، هيك اقول لك اياها. اذا ما تقرا محرم عليك هاي الفيديوهات، والله العظيم هذه الفيديوهات ما انا قاعد اسوي لكم اياها مجانا، قاعد اسويها للكل طالب يقرا، مو لكل واحد. ما تقرا مشكول الذمه، هذه فلوس حرام، هاي تدريس اعتبرها بفلوس وحرام وبطنك، هيك ارد اقولها. تشوفني هسه ولا بعدين؟ طالب اللي ما يقرا واللي ما يتابع من هاي اللحظه اقول لكم اياها، هذه الفيديوهات المشاهدات اللي قاعد اشوفها حرام عليك ترى. والله ما مبر الذمه، واللي يقرا محاله لو ما هو. هاي الفيديوهات الك والامتحانات الك. زين؟ الدورة هذه مسوينها احنا، نريد نفيد الطلاب. يا طلاب ابدي بداية صادقة مع نفسك، لا افضل بس تريد تضيع وقت، يلا ها هي بس خلنا ناخذ درس والله كريم ونمتحن اكلاوات. يعني كتبت سؤال، اقسم بالله العظيم انا قريت المادة، اقسم بالله العظيم نص عدل فوق النص، والله استاذ يقول لي اكون وياك صريح، والله انا ما قريت المادة بس قاعد اشوف. يعني بالله عليك هذا منطق؟ بالله عليك انت طالب مرحلة ثانية قسم لغة انجليزية جامعة، ولك هذولاك الناس، والله العظيم هذا اخوي يبكي بكي يريد شهادة مال سادس اعدادي، يريد يدرس. اخوي انا بطل بسبب الظروف مو بكيفه، وانت هنا عندك شهادة بابا، انت عندك نعمة، انت كل عقلك تحكي، والله تحكي ويا طالبة بعدها ما عدا شهادة سادس ابتدائي، تريد تقدم سادس ابتدائي ومرحلة وثالث متوسط وسادس اعدادي وتدرس جامعة، تروح قسم لغة انجليزية تحكي وياي؟ ايش بيك انت بابا؟ ايش بيك؟ انت بنعمه، انت بخير، انت داخل جامعه، انت مرحله ثانيه راح تصير استاذ انجليزي، تخلص ماجستير تصير دكتوراه قسم لغه انجليزيه، ايش بيك؟ هاي الفرصه قدامك مضيعها، ما تقول لي ايش بيك؟ ايش وقت واحد يحس على نفسه؟ حس شويه بضميرك شويه، كافي، اقرا شويه بابا، اهلك يصرفون عليك، انت قاعد تتعب على نفسك، اتعب شويه، اقرا، فرصه هسه قاعد تقوى، قاعد تتعلم. يعني بالله عليكم البارحه مسوي دوره مال اطفال، 200 طالب 300 طالب داخل يمي بالدوره، وامتحان اكثر من 700 طالب دا يمتحن، 100 انترس دوره اطفال احسن من عندكم؟ جهال، كل واحد عمره كذا سنه يتعلم ويدرس انجليزي، وانت جامعه قسم انجليزي، انت راح تصير مدرس تخرج الطلاب وما تتعلم، ايش وقت تحس؟ ما تقول ايش وقت؟ والله ما اقول غير الله يسامحكم الطلاب اللي ما يقرون. يعني واحد حتى اسمه ما كاتبه بالامتحان، كاتب لي رموز صينية ما أدري كورية، شو وقت؟ والله العظيم. المهم خلينا نبدي اليوم، نبلش بالفصل الثاني، وتحياتنا ومع تحية حب واحترام وتقدير لكل طالب درس واخذ درجة كاملة، 70 طالب من 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 كذا جامعة، 200 مادة، 300 جامعة، 70 طالب بس امتحن واخذ درجة كاملة، هذولا أبطال، تحية لكم لكل طالب قرأ وامتحن واخذ درجة عالية. طلابنا الأعزاء، بالفصل الثاني أول ما نبدي أكو شيء اسمه place of articulation، بمعنى مكان النطق. وأول شغلة عندنا فتشي يسمونه البايليبيال. شنو يعني بايليبيال؟ يعني شفاهي، يعني هذا الصوت شفاهي، بايليبيال يعني شفوي، بمعنى أن الصوت خرج من خلال الشفاه، بمعنى أن الصوت خرج من خلال الشفاه، بايليبيال. راح ناخذهن احنا كلهن، بس لازم تعرف كلمة بايليبيال معناها شفوي، الليبيودنتال. لازم تعرف شنو يعني الليبيودنتال، لازم تعرف شنو يعني دنتال اللي هو الأسناني، الألفلر اللي هو اللسان وسقف الحلقة،
لازم تعرف شنو معنى بوست الفيلر. هواي طلاب يسمع معلكم الباب لبيو دنتر لبيو دنتر لبيو دنتر ما يعرف شنو معناها. هنا انطيتك المعاني مالتهن على مود تسهل عندك باللغه العربيه، على مود تسهل عندك باللغه العربيه. فضروري جدا ضروري جدا ضروري جدا ضروري جدا تقعد تقرا الماده اول باول وتتابع ويانا، ضروري جدا. دوره الصوت للمرحله الثانيه. نجي عندنا فد شيء اسمه الباليتال اللي هو معناه حنكي، هذا مهم جدا راح ندرسها ونتعرف عليها. عندنا الفيلر اللي هو الحلقي يعني فموي، جلوتال اللي هو مزماري اللي هو يخرج من خلال فتحه المزمار. عندنا ايضا المانر اوف ارتكوليشن. شنو يعني مانر اوف ارتكوليشن؟ يعني شلون خرج الصوت، شلون خرج الصوت. الطلاب اللي منضمين ويانا عبر التليجرام يعني هي نفسها ترى الجوجل ميت يعني، بس اكو سويت حبيت اسوي بث على مود يحضرون كل الطلاب لان اكو طلاب ما يدرون على التليجرام. طيب نجي الى فد شيء اسمه البلوسيف اللي هو صوت انفجاري. شنو يعني انفجاري؟ بلوسيف او يسمونه ستوب، مرات توقفي، ستوب توقفي. اكو طلاب دا يسالني بالتعليقات استاذ هم تسوي دوره نحو؟ اي نعم مسوين دوره نحو وتقدر تشترك بيها من خلال المعرف اللي موجود بالقناه بقناه التليجرام. عندك فد شيء اسمه بلوسيف او ستوب، ستوب اللي هو توقفي او انفجاري، يعني اكو اصوات توقفيه اللي هو صوت الت او صوت الد، ت د او صوت الك، هذا صوت توقفي. عندنا فد شيء اسمه فريجاتيف الاحتكاكي، ضروري جدا تعرف شنو معنى فريجاتيف احتكاكي والافريجيت اللي هو انفجاري احتكاكي. زين هسه واحد يقول استاذ انا شنو فائدتني شلون يجنب الامتحان؟ هذني ما يجنك بالامتحان بالانجليزي يريد معناه، لا بس تحتاج بمن؟ تحتاج بفهم الماده نيزل انفي. اذا ما تعرف نيزل انفي ما راح تقدر تفهم مواد المرحله الثانيه. لترال او ابروكسيمنت اللي هو انزلاقي جانبي، كذلك عندنا لترال يعني جانبي، لترال يعني جانبي بس جانبي، لترال جانبي يعني بمعنى الصوت يخرج من خلال جوانب اللسان. وعندنا ايضا الابروكسيمنت اللي هو الانزلاقي بمعنى ان الصوت ينزلق انزلاق. هذني كلمات اريدك تحفظ معناها. طيب هسه نجي الى طلابنا الاعزاء الى هذا الرسم، وهذا الرسم مهم لازم ينحفظ موجود بالكتاب وهو نفسه موجود ايضا بالمرحله الاولى واللي اخذناه. هنا عندك هذا الرسم مثل ما تشوف، عندك اللارنكس هنا الحنجره، عندك الفارنكس البلعوم، عندك هنا السوفت بالت، هذا فد شيء اسمه سوفت بالت، والهارد بالت والفيلر ريج ايضا، عندك هذا التنج اللسان، عندك هنا لور تيث الاسنان السفليه، عندك ابر تيث اسنان علويه، لب شفتين ايضا مهمه. بس اريدك تركز لي على شغله مهمه جدا طلابنا الاعزاء. مثل ما تشوف هنا هذا سقف الفم يقسم الى ثلاثه مناطق، ملاحظه كلش مهمه جدا. هذه مناطق الصوت ثلاثه، الفيلر ريج، هارد بالت، سوفت بالت. سوفت بالت هاي سوفت بالت، هذا الهارد بالت وهذا الفيلر ريج، ركز لي عليهم. هذه سوفت بالت، هذه سوفت بالت، هذا الهارد بالت، هاي سوفت بالت، هاي الهارد بالت وهاي الالفيلر ريج، هذه هي الالفيلر ريج. هاي المناطق كلش مهم تعرف اماكنهن. طيب نجي على تعريف اللارنكس، خلنا نقراه. يقول لك is a very important articulators، هو عضو مهم جدا، هو عضو مهم جدا. اذا اللارنكس يعني حنجره، لارنكس يعني حنجره. is a very important articulator in speech production، بعمليه النطق. why؟ هذا ممكن يجيك سؤال يقول لك ليش اللارنكس جدا مهم، ممكن يجيك سؤال يقول لك يابا ليش اللارنكس مهم بعمليه النطق، لازم تجاوب. الجواب طبعا هذا اللي خليت لكم اياه بجوا خط وراح احط لكم اياه بلون احمر. يقول لك because it contains the vocal cords، لانها تحتوي على الحبال الصوتيه that are reasonable يعني شلون احنا نقول responsible اللي هي مسؤوله
responsible عفوا responsible for making vibration، لأنها تحتوي على vocal cords، تحتوي على الحبال الصوتية، وهي التي مسؤولة عن الاهتزاز. larynx الحنجرة is a very important articulator because in speech production because it contains the vocal cords that are responsible for making vibration. تعريف larynx مهم. ممكن يجيك سؤال ليش larynx مهم، تعريفه مهم ينحفظ كله، وممكن يجيك سؤال why، يقول لك larynx is a very important articulator why، ليش؟ جواب because it contains the vocal cords that are responsible for making vibration، واللي هي مسؤولة عن نطق الحبال الصوتي. طيب نجي على تعريف ال vocal cords أو اللي يسمونه ال vocal folds، نفس الشيء لأنه نفس الاسم. طلابنا الأعزاء ال vocal cords، ال vocal cords أو ال vocal folds شنو هي؟ ركز لي عليها، الله يرضى عليك، الله يحفظكم يا أخوان يا طلاب، الله عليكم انتبهوا عليه. يقول لك two thick strips of muscles، وهو عبارة عن شريحتان سميكتان من العضلات inside the larynx، داخل الحنجرة. وين مكانها؟ داخل الحنجرة. إذن هي مكانها وين؟ داخل الحنجرة. When they are opened، من يكونون مفتوحين. When they are opened they produce voiceless sound، من تفتح تنتج صوت الفويسلس. إذن two thick strips of muscles inside the larynx، داخل اللارينج. When they are open، when they are opened من تفتح they produce voiceless sounds. يعني شنو؟ يعني الحبال الصوتية من تنفتح تنطي لي صوت، هذا الصوت اسميه voiceless sound، يعني الصوت غير مهموس بلا همس، صوت بلا همس. زين، ويقول لك and when they are brought together، ومن يجتمعن مع بعضهم البعض، when they are brought together they produce voiced sound، ينتجون صوت مهموس بمعنى صوت له اهتزاز. من يكونون مفتوحات open، الصوت اللي راح يخرج من خلال الفوكال كورس وهي مفتوحة راح الصوت اسميه voiceless، يعني غير مهموس. من تخرج من هي وهي مغلقة بمعنى أنها هذا الصوت راح يكون مهموس. ركز وياي، إذا النت يمك ضعيف اخرج من الدرس وارجع، تبع علي زين. إذن هسه رجع الصوت واضح. طلابنا الأعزاء راح أحكي لكم سالفة، راح أحكي لكم سالفة، بدي أسألكم سؤال. عفو الصوت. يعني سؤالي لكم، إذا أنت عندك شباك أبو الفرتين وياي، أنتو كل موجودين وياي، أنا عندي شباك فرتين وهذا الشباك مفتوح، شباك مفتوح، زين أريدكم تجاوبوني، هذا شباك مفتوح زين، إذا كان الشباك مفتوح شايفين لما يصير أكو صوت مال شباك، لما خروج الصوت ورجوع الصوت، يعني هذه نسيت شو يسمون صوت الهواء، شو يسمون صوت الهواء باللغة العربية، يعني عند الشباك وهذا الشباك مفتوح. أسألكم سؤال، أكو بي حفيف؟ مفتوح يعني مفتوح كله الصوت ده يفوت، أكو حفيف؟ ما أكو حفيف. ليش ما أكو حفيف الصوت أو هاي الخرخشة خلينا نسميها، ليش ما أكو؟ ليش؟ لأنه أصلا هو الشباك مفتوح. زين حلو، زين إذا قربنا الفردات، قربناهن من بعضهم البعض، قربناهن الفردات، فردة الشباك قربناهن زين، إذا قربناهن كلش بس صارت الفتحة ضيقة جدا وصغيرة، كلش ضيقة بفردة الشباك، زين شنو اللي راح يصير عندي هنا؟ راح يصير عندي اهتزاز البعض. ليش؟ لأنها متقاربة من بعضهم البعض. أنا عندي الشباك فردتين، إذا فتحته ماكو عندي أي اهتزاز ولا خرخشة،
تفتح الشباك فردة الشباك ماكو عندك أي شيء. زين تغلق فردتي الشباك فردتين مال الشباك تغلقهن من بعضهم البعض. إيش راح يصير عندك بالشباك؟ راح يصير أكو اهتزاز، تغلق تقربهن من بعضهم البعض. نفس الحالة بالضبط بالفوكال كوردز، هذا اللي قاعد يشوفونه قدامكم هو هذا الشباك بالضبط، هذا اللي قاعد يشوفونه هو هذا الشباك بالضبط، شباك ونفس النظام بالضبط، يعني كل فرق ماكو. هذا الشباك مثل ما تشوفونه من يكون اوبن، فردتي الشباك فردتين مال الشباك، باب الشباك مفتوح مفتوح تمام، فردتي شباك مفتوحات، اذا ماكو اهتزاز voiceless. لما يكون المتقاربات لا يكون اكو اهتزاز بالضبط، هي هاي العملية. طيب هسه نجي على الفارنكس. الفارنكس هو بلعوم، تعريف تحفظه، it's a tube above larynx، بلعوم تحفظه تعريف عادي مالته. و it's top divided، تقسم الى two parts، one being back of the mouth. طبعا الفارنكس هذا وين البلعوم مثل ما تشوفون، إيه هذا وين المكان هنا. تعريف ما مو كلش مهم صراحه، انا ما يوم شفت استاذ جامعي جابع يعني اقرا ممكن يجي فراغ صح وخطا، ولكن كتعريف انا ما اشوفه كلش مهم، لان اصلا حتى ما ياثر على الصوت الفارنكس، اصلا حتى ما ياثر على الاصوات. طيب نجي على فد شيء اسمه السافت بالت، وهو اهم عضو من اعضاء النطق. عندنا السافت بالت تعريفه is articulator which allows the air to pass through the mouth or through the nose، يعني شنو؟ هو سقف الفم او الحنك الرخو، والذي راح يتحكم بالهواء يخرج من خلال الفم لا من خلال الانف. راح اعطيكم تشبيه بسيط، اكو ناس تسميها حنفيه، اكو ناس تسميها كاك، اكو ناس تسميها منظم، هاي التسميات كلها هي السافت بالت. السافت بالت هو المنظم، السافت بالت هو الحنفية، السافت بالت هو الـ 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 المنظم مال الهواء. إذا نزل لي جوه، إذا نزل لي جوه راح يخرج الهواء من خلال الأنف، إذا ارتفع لي فوق راح يخرج الهواء من خلال الأنف. هذا هو السافت بالت، الموزع مال الهواء، الموزع. دائما سموا لي هذا الاسم السافت بالت، الكل اللي موجود وياي السافت بالت انا اسميه دائما، كل طلابي اسميه الموزع مال الهواء. السافت بالت شنو هو؟ الكل يسمعني، السافت بالت شو اسميه؟ الموزع. سوف نسمي اذا ارتفع الى الاعلى راح نسمي هذا الصوت هو اورال. يعني ممكن اجيب لك سؤال اقول لك What is the oral sound؟ ما هي الأصوات الفموية؟ تقول لي They are sounds، موجود تعريفهم بالملزم، They are sounds هي الأصوات That air that the soft palate، حيث أن soft palate is lowered، مرتفع، يعني يكون soft palate lowered منخفض لو مرتفع، lowered قلت منخفض، منخفض لا مرتفع، انا قاعد اسالكم. لا مرتفع استاذ، احسنتم احسنتم. يكون اتس وين ذا سوفت بالت از ريزد، وين ذا سوفت بالت از ريزد، من يرتفع السوفت بالت راح يمر الهواء من خلال الفم. اما اف ذا سوفت بالت از لورد، انخفض، ذا اير اور ذا ساوند، يعني that the sound what we will produce the sound we will consider it، سوف نعتبره، we will consider that sound is nasal، يعني أنفي. So pay attention please، any sound that goes يمر، any sound that goes through the nose من خلال الأنف we will name it، we will call it as a nasal. And if the sound comes through the mouth, we will consider that sound as oral, يعني فموي. Okay. هذا هو soft palate. So, as we said before, what do we mean by soft palate? The soft palate, it is a part, هو جزء, that will
make the sound oral or nasal, هو العضو اللي راح يخلي الصوت فموي ام انفي. As we said, as we mentioned previously, كما ذكرنا سابقا. So soft palate is very important. Please study these definitions and please memorize it. It's very important definition. Okay. So now we are going to move to hard palate. ثاني عضو, the next part is also very important. We called it as a hard palate and semi hard palate. It is placed in area ويكون موقعه يعني يتموضع أو يأخذ موقعا in the area في المساحة between the volume ما بين soft palate اللي احنا قلنا عليه الكاك and the alveolar ridge والalveolar ridge. So it is in the middle. It's in the middle. Okay. So it's in the middle. So as we said, it's in the middle. It's between the alveolar ridge. يعني ممكن أجيب لك سؤال, طبعاً مو مثل هذا السؤال يعني. وأنت تقول أستاذ هذا خارجي ومنين جبتني يا أستاذ؟ لا هو بسيط. أقول لك it is a part between the alveolar ridge and the hard palate. هو عضو أو جزء ما بين soft palate والhard palate. Soft palate والalveolar ridge. تقول لي هو الhard palate. بس يكون مكانه بالوسط. جيد, ننتقل الآن, we move to alveolar ridge. So what do we mean by alveolar ridge? Alveolar ridge is between the top front teeth and the hard palate. يكون موقعه ما بين الأسنان والhard palate. إذن وين يكون موقعه؟ قرب الأسنان. ممكن أقول لك it's a very close to very near or very close to the teeth. هو عضو جدا قريب من التيث. تقول لي هو alveolar ridge. It's between the top front teeth and the hard palate. إذن ما بينه. ممكن أجيب لك صح وخطأ. أقول لك alveolar ridge is placed between the top front teeth and hard palate. هذا هو السؤال. الجملة تعريف. أجيب لك يا سؤال. بدل ما أقول لك front teeth أقول لك lower teeth. الأسنان السفلية. خطأ. جواب خطأ تماماً. مو سفلية العلوية. فركز على كل تعريف موجود هنا. هذا هي مناطق اللسان. tip, blade, front, back, root. تحفظونهن. أيضا عندنا تعريف للجلوتس واللي هو أيضا موجود بالمرحلة الأولى. is a space between the vocal cords. هي فتحة داخل الحبال الصوتية. داخل تسمى القصبة الهوائية. اليوفيالا واللي هي اللهات. it's the end of the soft palate. هذه هي هنا نهاية للسافت بالات. نجي على التانغ. تانغ it's the most important articulator in the production. why؟ أيضا ممكن يجيك سؤال يقول لك ليش التانغ عضو مهم جدا من النطق؟ because it can be moved to many places inside the oral cavity. لأنه عضو يمكن أن يتحرك لمواضع عديدة أو لأماكن كثيرة أو مواضع. inside the oral cavity, داخل ال oral cavity. ممكن واحد يسألك يقول لك شنو يعني oral cavity؟ من يجاوبني شنو يعني oral cavity؟ من يجاوبني شنو يعني oral cavity؟ هو تجويف الفم صحيح, بس أنا كطالب مرحلة أولى نجحت ثلاثة أنا ما أعرف شنو يعني oral cavity. وهسه اللي يسمعوني نصف فوق النص ما يعرفون شنو يعني oral cavity. ال oral cavity هي المنطقة الفموية. شكل شيء موجود داخل الفم. يعني اللسان والأسنان وسقف الحلق كل هاي السوالف هي سميها الأورال كافيتي. والنيزل كافيتي هي المنطقة الأنفية. شكل شيء موجود بالأنف فما فوق هاي هي نيزل كافيتي. أنا كنت طالب بالمرحلة الأولى أسمع أورال كافيتي ما أعرف شنو أورال كافيتي. ما حد قال لي عليها شنو أورال كافيتي. زين, فالأورال كافيتي هي المنطقة الفموية. To produce various kind of sounds. ليش؟ to produce various kinds of sounds يعني لكي ينتج أنواع مختلفة من الصوت. because it can be moved to many places inside the oral cavity. لأنها يمكن أن تنتقل إلى أماكن عديدة داخل أو مواضع عديدة داخل the oral cavity to produce various kinds of sound حتى ينتج لنا أصوات مختلفة أو أنواع مختلفة من الصوت. It's composed of different parts, which is lip, blade,
تيب بليد فرونت باك روت، ويتكون من عدة مناطق، والمناطق هي تيب والبليد والفرونت والباك روت. So this is tongue. It's very important definitions as we said previously, and please study each single word. Do not study just a part of the definitions. Please study all the definitions because it's very important definitions. Okay, now may I ask you a question? For example, I can ask you in the exam, you, me, and even maybe your teacher, maybe will ask you a question. أستاذك ممكن يسألك أو أنا ممكن أسألك. I may ask, for example, why we do consider tongue is a very important articulator. ليش نعتبر اللسان أهم عضو من أعضاء النطق؟ And you can answer me here. Can I answer? Yes. Yes, please. Yeah, I have that. Because the tongue is so important, because it has a variety of yes, it has. Emotions. It has, yes. Yeah, it has. Not it have, yes. It has a variety of emotions. Yes, thank you very much. Or movements. Yes, yes. طبعا طلابنا الاعزاء التانغ هو اهم عضو من اعضاء النطق، لذلك ممكن يجيك سؤال يقول لك ليش اهم عضو؟ لانه لديه مواضع كثيره ومتنوعه، وهو الذي يقوم بانشاء اصوات مختلفه. وانتم مثل ما تعرفون اذا واحد يحكي هواي او يلغي او يتجاوز، اخوه او ابوه او احتمال ايا كان راح يساله، شو يقول له؟ يقول له والله اذا تحكي أقص لسانك، سامع؟ يقول لك والله إذا تحكي أقص لسانك. شنو يعني أقص لسانك؟ ليش قالوا أقص لسانك؟ ما قالوا لحالهم، لأنه أهم عضو من أعضاء النطق، بدونه ما نقدر نحكي. يا بطل عوت، هاي الأمثلة هم ذكية، هم يعرفون خوش ينطون مثال يعني، فدير بالكم بعد تحكون عليهم ترى، زين؟ عفوا أستاذ، نعم. أقدر أقول يعني because many sound are product by the tongue. Many sounds produced by the tongue. ممكن نقول بس هو بوعي، يعني هو الجواب، هو اللسان مو هو اللي يخرج الصوت، اللسان مو هو المسؤول عن خروج الصوت، لا، ولكن اللسان هو المحرك الذي يوزع الصوت لكي نستطيع نطق أي كلمة. يعني احنا إذا عندنا مشكلة بالأسنان ما نقدر ننطق، مع العلم أن اللسان ما بيشي. يعني هسه المشكلة يعني انه احنا ما نقدر نقول كل الاصوات هي تخرج من خلال التانج، لا، اذا انت عندك مشكله بالتانج ما تقدرين تحكين، ولكن اذا انت عندك مشكله بالاسنان ايضا ما تقدرين تحكين. فالتانج هو مهم، انه مثل النفس، مثل الهواء، كانسان مستحيل تقدر تعيش بدون الهواء، ولكن بدون المي هم ما تقدر تعيش، وبدون الاكل هم ما تقدر تعيش، ولكن أساس الحياة هو التانغ. طلابنا الأعزاء، التانغ اللسان is important، قلنا عضوهم جدا بالنطق، وإذا جاب لك ليش مهم تقول له because it's moved inside، وهذا الجواب اللي هنا، بس هذا هو الجواب إذا قال لك ليش يعتبر اللسان عضو مهم بالنطق. طيب نجي على التيف، they are placed at the front of the mouth، وهم عضو من عضو من عفوا It's the place يتموضع أو يأخذ موضعاً at the front of the mouth، يعني في مقدمة الفم. Just behind the lips، يكون موقعها بقرب الشفتين. The higher teeth، الأسنان العلوية، participate in the production of the dental and labiodental consonants، وهو يخرج من خلال، والأصوات التي تخرج بمساعدة التيث هي الدانتل والليبيو دانتل. قبل شوية قلت لكم مهم جدا لازم تتعرف على هذه الكلمات. شفت هسه الدانتل، اللي ما يعرف شنو معنى دانتل هنا راح يحير، اللي ما يعرف شنو يعني ليبيو دانتل راح يحير. ليش قلت لكم هاي الكلمات كلش مهمة؟ لأن راح تساعدنا بفهم التعاريف، فرجاء مهم جدا. وهذا سؤال أيضا مهم، ممكن أجيب لك سؤال على سبيل المثال، أقول لك teeth
participate in the production of dental and labiodental consonant. التيث هي الأسنان العلوية هي مهمة جدا بنطق أصوات الدنتال and labiodental. ممكن أغير لك الدنتال هنا وأحط لك bilabial صح وخطأ. أقول لك the higher teeth participate in the production of bilabial consonant مو labiodental bilabial. تقول لي خطأ. ممكن أقول لك the lower teeth الأسنان السفلية participate in the production of, ما أقول لك الدنتال مثلا أغير لك إياه بس أنا غيرت لك يعني أنت تنتبه على التعريف هذا. ممكن أجيب لك إياه من عنده تعريف الفاولز. تعريف الفاولز زين. أيضا عندك تعريف الفاولز. They are sounds in which the air leaves the mouth with no obstruction. ما هو الفاولز؟ هي أصوات العلة التي تخرج بدون إعاقة لمجرى الهواء. الأصوات العلة تخرج من الرئتين إلى الخارج بدون إعاقة. وهسا نقدر ننطق هذا الكلام نجرب يعني هسا كلكم جربوا وياي. هسا إذا أريد نقول I أو نقول مثلا ماكو إعاقة للهواء يخرج من الفم إلى الخارج. مثلا بس نقول تي قول تي الهواء يتوقف. قول ب ب ب ب ب الهواء يتوقف عند الشفتين. فالفاول هي الأصوات التي تخرج من الفم إلى الخارج بدون إعاقة من الأنف من الرئتين إلى الخارج بدون إعاقة في الأورال كافيتي. في الأورال كافيتي تعرفون شنو يعني أورال كافيتي. الكونسنتس sounds in which the air from the lips seriously obstructed in the mouth. وهي الأصوات التي تخرج بإعاقة لمجرى الهواء. الأصوات الكونسونت هي التي تتوقف عند الفم لكي يتم خروجها وهي أصوات تسمى أصوات الكونسونت. تعريف أيضا مهم لازم ينحفظ. عندنا تعريف الفرونت vowel أيضا. vowel sounds produced with the tongue in the position near the front of the mouth. يعني بمعنى هي الأصوات التي تنتج حيث أن اللسان يكون قريب من مقدمة الفم. بس يعني الأصوات اللي اللسان يكون بها قريب من مقدمة الفم. الباك vowel أيضا هي الأصوات التي تخرج حيث أن اللسان يكون في نهاية الفم يعني راجع لورا. هسه ذا تقولون إنج إنج هسه ذا نقول إنج اللسان هنا راجع لي ورا يعني. فهي هيش الفكرة يعني ها هي هيش الفكرة. طيب سؤال مهم جدا ودائما يجي فراغات صح وخطأ اختيار تعداد أي شيء. يقول لك How can you classify English vowels? How can you classify English vowels? شلون نقسم أصوات العلة؟ شلون أصوات العلة تختلف من بعضهم البعض؟ شلون نميز أصوات العلة؟ هاي أسئلة كليتها جوابها ثلاثة اللي هو تانك هايت ارتفاع اللسان, تانك بوزيشن موقع اللسان, ليب شيب اند بوزيشن موقع وشكل الشفاه. ثلاث نقاط مهمة جدا عند نطق أو عند التحدث عند تمييز أصوات العلة من بعضهم البعض. تانك هايت, تانك بوزيشن, ليب شيب اند ليب بوزيشن. أيضا عندنا تعريف اللبس. They are two important articulators because they involve in the protection of many speech sounds. عضو من أعضاء النطق وهي تتضمن خروج العديد من الأصوات. مرات واحد يصير عنده التهاب بالشفتين ما يقدر يحكي. طيب ملاحظة مهمة. الشفاه لها ثلاث مواضع أو ثلاث مواقع حالات. الحالة الأولى هي راوندد. شنو يعني راوندد؟ يعني دائرية يعني شفاه تكون دائرية. طيب حالة ثانية تكون سبريد وعندنا النوترال اللي هي الطبيعية. الراوندد اللي هي دائرية the corner of the lips are brought together. the corners of the lips بمعنى نهاية الشفتين أو زوايا الشفتين تجلى تقترب من بعضهم لبعض كما في حالة صوت الأه. هذا الصوت هنا ذن الأمثلة كلش مهمة يعني ممكن أنا أجيب لك بالامتحان أقول لك انطيني مثال rounded lips شفتين دائرية تقول لي هذا الصوت أوه صوت الأوه
نفس الحالة when the corner of the lips are moved away from each like the sound إه. طبعا بننطق صوت الإه إه 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 إه, إه. زوايا الفم زوايا الفم تكون متباعدة من بعضهم لبعض. كذلك عندنا الحالة الطبيعية واللي هي the corner of the lips زوايا اللسان تكون غير متحركة وتكون ثابتة كما في كلمة نطق كلمة up 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 up. طيب نجي الآن إلى short vowels. short vowels اللي هي أصوات العلة القصيرة عددها 7 وهي مثل ما تشوفها يمكن شارحها على اليوتيوب 20 مرة شارح. زين نجي طبعا الأصوات هذه ممكن يجيني سؤال أستاذ شلون أسيطر عليها؟ قلتها وارجع نوبة أقولها من خلال حفظ أمثلة. الصوت هذا ما أعرف أقرأ، أقرأ الكلمة sad cat that إذا صوت الـ هذا صوت ما أعرف أقرأ ten dead man من قرأت الصوت حفظته. up cat sun عرفت الصوت من خلال المثال. نفس الحالة بقية الأصوات better book cook butch وإلى آخره. بالنسبة لهذا الجدول هذا الجدول يعني هو شو أقول لك الكتاب كله يعتمد عليه، أقسم بالله العظيم الكتاب كله يعتمد عليه، كتاب كامل يعتمد على هذا الجدول. إذا ما حفظت هذا الجدول الفصل الثاني طبعا كلش مهم يعني. لذلك الامتحان ما راح أسوي لكم إياه باكر، الامتحان راح أسوي لكم إياه يوم الخميس مو باكر حتى تقرون المادة زين. عندك البايليبيالز اللي هي الشفوي، وقلنا البايليبيال الشفاوي اللي شفهي الصوت الذي يخرج من خلال الشفاه، التعريف هذا ينحفظ. طبعا هذا الجدول كلش مهم. البايليبيالز يعني الصوت الذي يخرج من خلال او بمساعدة الشفتين. when the lips are complete or partial lips or culture يعني الشفتين تكون مغلقة إغلاق جزئي أو شبهي شبه إغلاق. مثلا قول الب ب ب ب م م لا عليكم جربوا هسه جرب يا صوت يخرج من خلال يا صوت يخرج من خلال هذه الأصوات. طبعا اللي دارس المادة الصوت مال المرحلة الأولى على هاي على ملزمتنا بالمرحلة الأولى هسه هاي المادة كلش سهلة عليه. طيب هذا الشفوي. طيب شوف لبيو دانتر، أرجع لي على تعريف اللبيو دانتر بالبداية لما قلت لك اعطيني احفظ معناه اللي هو الشفاهي أسناني يعني اللي يخرج من خلال الشفاه والأسنان. lips dentals شفاء أسنان اللي هو الفاء والفاء بالله عليك منطقة صوت الفاء والفاء فاء 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 أسنان شفاء ف ذ dentals أسناني ف ذ ف ذ الألفلر نفس الحالة بقية التعاريف كلهن ينحفظن بقية التعاريف كلهن ينحفظن. وأيضا ننتقل إلى هذا الرسم هذا المخطط أريدك تحفظ لي إياه. هسا تقول أستاذ شنو هذا المخطط؟ أدري بيك شنو هذا عوفه بس احفظ لي هذا المخطط وبالدرس الجاي ان شاء الله راح ناخذه بالتفاصيل وبالتفاصيل الدقيقه. بس احفظ لي هذا الشكل احفظه حفظ وهذا داخل بالامتحان هذا داخل بالامتحان. يعني ممكن اجيب لك المخطط واقول لك حدد لي الفرونت والسنترال والهاي سوالف كلها احفظ لي هذا الشكل احفظ لي حفظ. المحاضره تنزل على قناه اليوتيوب. هذا كل ما موجود بالنسبة للفصل الثاني. شكو شيء يخص الفصل الثاني وشكو جامعة بالعراق وخارج العراق بهذا الكتاب اللي يقرأ على هاي المادة وعلى هاي المنزمة أضمن إلى يجاوب كل الأسئلة، لأن ماكو سؤال ولا أكو تعريف سواء بالكتاب أو خارج الكتاب بوجود بهذا الفصل إلا وأنا خليته بهذا المادة. فأتمنى لكم الموفقية وأنا حاضر لأي سؤال أو استفسار تقدرون تتركونه بالتعليقات وأنا أجاوبكم.